اكلمكم على الدوري، وهعملها النهارده قبل مباراه بكره الحقيقه. لو تفتكروا في شهر 2 اللي فات كانت التريقه ابتدت، كانت التريقه ابتدت، وزي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا هنا سياسه ان احنا ما بنردش على حد، يعني ما بنردش غير من بافعال وليس اقوال، والسياسه دي هي سياسه النادي الاهلي اللي احنا دايما بناخدها. وبالتالي انا في الوقت ده تحديدا قلت لحضراتكم كلمتين. حلقه سابقه كانت بتاريخ 3/2/2019، 3 فبراير 2019. خلينا بس نطلع، هي اقل من دقيقه، خلينا نطلع نشوف انا قلت لكم ايه في او قلت لحضراتكم ايه في الحلقه دي، وارجع افكر حضراتكم بحاجات تانية. يوم الجمعه يخلص مباراه حرس الحدود ويسافر على تنزانيا يلعب مباراه امام سيمبا التنزاني مره اخرى يوم 12، وكلها مباريات كؤوس وكلها مباريات ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار، الثلاث نقاط سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. لو النادي الاهلي فاز في امبي وفاز في حرس الحدود ان شاء الله ده يحصل، وفاز في سيمبا اعتقد ان الركع هتبتدي تخبط تاني زي ما حصل النهارده، الركب بتبتدي تخبط وزي ما حضراتكم شايفين واحده واحده اللي بيحصل ده، زي ما حضراتكم شايفين ده خوف، ده خوف. الناس ابتدت تقول ايه، هو الاهلي جاي، هو الاهلي كسب سيمبا 5، هو الاهلي كسب وادي دجله، هو الاهلي كسب المقاصه 3، ده انا كده ممكن حاجه تحصل بقى. وزي ما انا قلت لكم من كام يوم، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. وطبعا في كلام كتير بيتقال، انا الحقيقه ما بردش على الكلام اللي هو ما هو الا مجرد فقاعات بس بتتقال كده علشان ايه، الناس بتفرش لنفسها عشان تبتدي اما تيجي تطلع الفتره اللي جايه تلاقي حد يتفرج عليها. فانا ما بردش على الناس دي الحقيقه، وما بتكلمش على الناس دي، لانه زي ما قلت لحضراتكم احنا في قناه النادي الاهلي، احنا ما بنشوفش الحاجات دي، ما بنشوفش الصغائر، الحاجات دي بتبقى بعيده عننا خالص، ما بنحبش حتى لما حد بيبعت لنا ولا حد بيقول لنا ولا هشام ولا عاطف ولا اي حد من الشباب اللي معانا يتكلم معايا، اقول له يا جماعه كبروا دماغكم، معلش احنا هنا في قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، معلش من اسلام لاسلام. من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، واحنا اللي بنضحك من يوم الاربعاء قاعدين بنضحك، وبنضحك كتير وهنضحك براحتنا، قدامنا سنه بحالها هنضحك فيها. الكلام ده انا كنت قايله لحضراتكم يوم 3/2، وبالمناسبه هي ليست ابتسامه سخريه، هي ابتسامه النصر، وهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. الاهلي ابتسامته ابتسامه نصر، تواضع، ما عندناش مشكله مع حد، ما عندناش، بنفرح مع جمهورنا، بنتبسط مع جمهورنا، بنركز مع جمهورنا، كل حاجه من خلال جمهورنا. فمن يضحك اخيرا هو اللي دايما بيضحك كتير، واحنا هنفضل نضحك لغايه لما نشوف السنه الجايه هنعمل ايه. مجلس عندنا مجلس اداره بيعمل ان هو خلال، مش السنه الجايه، خلال الخمس ست سنين اللي جايه يكون عندك فريق يستطيع ان يحصل على الدوري العام والكاس وبطوله افريقيا وكل البطولات اللي بيشارك فيها. بيعمل على كده، لكن تحصل او ما تحصلش دي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتنا. بيبذل اقصى مجهود لكده. فالحمد لله بنضحك ابتسامه النصر وليست ابتسامه السخريه، وده مهم جدا ان حضراتكم بتضحكوا معانا نفس الابتسامه، ابتسامه النصر وليس ابتسامه السخريه من احد. هو ده الفرق او ده الفارق ما بين النادي الاهلي، وصدقوني ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن فوز النادي الاهلي بالدوري، وهنرجع بقى نستقبل اثنين من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن